السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. نتمنى النجاح إن شاء الله لكل الطلبة الممتحنين في البكالوريا، مشوار دراسي موفق إن شاء الله. اليوم على بركة الله راح نشوفوا وصفة السردين، راح نعمرو ونقليه ندلو درسه. لهذه الوصفة لازم لنا بعض البهارات، لازم لنا شوية تاع القزبر، شويه تاع الكركم، شويه راس الحانوت، لازمنا شويه راس الحانوت، شويه كركم، شويه زعتر ملحي، ثوم. ثوم من الافضل يكون عندنا سنينات نتاع الثوم خير، قليل من الملح، قطعه بصل، والكمون هو اللي يكون اكثر من البهارات الاخرى. عندنا القزبر، وعندنا ايضا حبيبه تاع طوماطيش باش نديرو بهم اون صوص طوماط. طبيعه الحال السردين اللي نغسلوه مليح ونقوه، اللي راح نشوفوا كيفاش راح نقيه. هذا هو السردين، وهذه هي كل البهارات. بسم الله، اليوم راح نشوفوا كيفاش نقوا السردين. راح نحكموا الراس تاع السردينه ونهبطوا، نحو كامل الدخلاني كيما راكم تشوفوا، نغسلوها مليح. هذه السردينة تاعنا، بسم الله. اليوم راح على بركة الله نشوفوا وصفة السردين. كما قلت لكم راح نقيه، نحيلو، راني غسلتو، بعد ما غسلتو مليح راح نحيلو العغيط، الشوكة، نحولو كامل الشوك تاعو ونوضعوها حبة على حبة كما راكم تشوفوا لهنا. هذا هو بعد ما نقيته، أنا وضعت حبة على حبة وتنقى ما شاء الله. السردين تاع اليوم روعة ما شاء الله، صحي جدا، غني بالأوميغا 3. أنا بعد ما نقيته ندير حبة على حبة هكا، يجيني ساهل هكا كي نوجدو كما راكم تشوفوا نوجدو. بعد نعملو درسة ونعمرو كامل، راح ندلو درسه بالثوم وشويه تاع لي زيبيز وشويه تاع الحشيش. كي نبغوا نديروه دولمه، نحولو لاغيت دخلانيه، شوكه دخلانيه، ونزيدو نحو شوكه الظهر. هذه شوكه تاع الظهر نحوها فان. كي نبغوا نديروه دولمه لازم تسلحها هذه. كي نبغوا نديروه دولمه، نحولو لاغيت كيما نحيناها من قبل، ونزيدو نحو شوكه تاع الظهر. هذه شوكه لازم تنحى، وراح نعجنوه كامل. كي نبغوا نديروه دولمه، نعجنو كامل السردين تاعنا ونديرولو كامل، نتبلوه لي زيبيس ونديرو اون صوص غوج الى بغيتو، صوص طوماط، نديرو معاها شويه تاع الحمص ونطيبوه، راح يجي ما شاء الله. ايضا اليوم انا رايحه نقليه، ندلو درسه ونقليه. هذه هي الدرسه بعد ما وجدتها، خلطت كامل هذيك البهارات مع ذاك القزبر مع البصل الملحي والملح، ورايحين نعمرو بها السردين تاعنا. بعد ما شفنا السردين مقلي، راحين نشوفوا السردين دولما. انا حضرناه، نقيته ونحيت له شوكه دخلانيه، شوكه تاع الظهر، وعملت له نص حبه تاع بصل مرابيا، رابيت له حبه تاع بصل مبشور، نصف بصله. هذا هو السردين تاعنا اللي راحين نديروه دولما كما راكم تشوفوا. راح واجد عندنا ايضا طماطم، جوج حبات تاع الطماطم، قطعتهم الى قطع صغيره، تقدروا ترابوهم ولا تقطعوهم الى قطع صغيره. راح نعملوا بهم اون صوص طوماط باش نطيبوها بالدولمه. عندنا ايضا زيبيس، البهارات، عندنا ثوم مرحي، عندنا الكركم، فلفل الكحل، والكمون، وعندنا ايضا الملح. عندنا ايضا الارز، الرز نحتاجه ايضا في الدولمه، حبه بيض. هذا هو السردين تاعنا، طماطم، لي زيبيس، الرز والبيض. هذه هي مقادير تاع الدولمه.
نحتاجوا ايضا الثوم، سنينة تاع الثوم اللي عندنا، ولا ما كاش نستعملوا مبشور الثوم. هذو لي زيبيس كامل على هذاك السردين بهذا الشكل. راح نضيفوا البيضة والأرز. نقدروا نضيفوا أيضا الحشيش إذا كان عندنا معدنوس وقصبر. أنا ما يحضرنيش معدنوس القصبر، راح نوضع قليل من النعناع. ضيفت النعناع أيضا مع هذوك لي زيبيس. راح نخلطوا كلش مع بعض، نعجنوا مليح الدولمان تاعنا. بعد نضيفوا لها البيضة ونضيفوا الرز بعد ما نغسله ونصفوه. حبة تاع البيض، هذه الحبة تاع البيض راح نعجن مليح الدولمة. نخلطوا كلش مع بعض. نخلطوا مليح الدولمة تاعنا، مكونات هذوك السردين مع هذيك الحبة تاع البيض مع لي زيبيس مع نصف بصلة مبشورة والثوم والنعناع، راح يعطينا مذاق ما شاء الله النعناع الدولمة تاعنا. بعد ما خلطنا المكونات مليح نضيفوا هذاك الرز، نضيفوه كامل ونخلطوا كامل مع بعض. الرز والبيض على حساب كمية السردين، كل ما يخصنا نزيدو. البيض فانا نحطو غير بالعقل، نحطو حبة وإلا خصنا نزيدو بما ما تجرناش الدولمة تاعنا. وإلا جرات لكم شوية تقدروا تضيفوا القليل من الأرز. رايحين نحضروا لاصوص. بعد ما حضرنا الدولمة نحطوها في الثلاجة ونخلوها، راح نحضروا لاصوص. ندو نصف بصلة راح نربوها في طاجين ولا في لاكوكوت. نحطو فيها الثوم القلي مع ديك المغارف بعد ما حطينا ثلاث مغارف نتاع الزيت مع هذاك البصل يتقلى والثوم، راح نضيفو لهم طماطم بعد ما يتقلى. حطيت الطماطم مع الورقة نتاعهم، نخلوه يتقلى مليح ديك لاطوماط مع البصل والثوم. راح نمرق، لكن انا الحمص نحطو حبيبة حمص ولا مكانش كيلو هكذا ديك الطماطم. راح نضيف حبيبة تاع الحمص مع هذيك لاصوص الطماط ونخليها نطيبو. بعد ما يتقلى لنا شوية الحمص مع الطماطم هذيك، راح نضيفو شوية بهارات. حطينا شوية سبحانوت، راح نضيفو شوية فلفل كحل. نزيدو غير فتيفة تاع الكمون، قليل من الكمون، ونمرقو. بعد ما حطيت البهارات راح نمرق فوالا. نخلو لاصوص تغلي ونحطو الكرات نتاع الدولمة. راح نضيف ملعقة صغيرة نتاع لاطوماط كونسونطخي، طماطم مصبرة، ونزيدو القليل من الملح. ونخلو لاصوص تاعنا تغلي. كي تغلي نوضعو كرات السردين. راح نوضع القليل من الملح، نصف ملعقة صغيرة، لخاطر راني دايرة في الدولمة الملح. فوالا، هذه هي الدولمة بعد ما وجدتها، كورتها كامل. فوالا هذه هي، نكوروها وراح نوضعها في هذيك لاصوص الطيبة بعد ما طاب شوية الحمص. راح نحطو الدولمة حبة بحبة، بسم الله. فوالا حتى نكملوها كامل، نبلو عليها ونخلوها طيب. أنا حطيت كامل هذيك الدولمة في المرقة هذيك في لاصوص هذيك، ونخلوها طيب في العقل في موايا. راح نضيف لها القليل من الطماطم المصبرة باش تجينا لاصوص شويه غوج. بدات هذيك الدولمه طيب، هي تقريبا شربت لاصوص. هذه هي دولمه السردين بعد ما وجدت، خرجت ما شاء الله لاصوص عاقده، شهية طيبه. الى ملتقى مع وصفه اخرى من وصفات كوزينتي. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.